السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا أشكوش من مدونة أشكوش ديزاين. في هذا الدرس سوف نتحدث حول أهم نصائح للمبتدئين في مجال التصوير، إذ يعد التصوير الفوتوغرافي من أكثر المهارات إثارة، لكن كباقي المهارات سوف يبدو شاقا وصعبا في التعلم في البداية. لهذا في هذا الدرس سوف نتطرق إلى أهم نصائح في مجال التصوير وخاصة للمبتدئين في هذا المجال. على بركة الله. النصيحة الأولى والتي قد تبدو مستهلكة وتعاد أكثر من مرة، ألا وهي ابدأ حالا. نعم، ابدأ الآن ولا تدع أي عذر يوقفك. حتى لو لم تكن لديك آلة التصوير، يمكنك البدء فقط بالكاميرا الموجودة في هاتفك حتى تتمكن من تطوير مهارة التصوير لديك، وعند ذلك يمكنك اقتناء أداة التصوير جيدة واستعمالها في هذا المجال. ثم النصيحة الثانية وهي ابتعد عن وسط الصورة. نعم، الكثير من المصورين المبتدئين يضعون الهدف المراد تصويره دائما في وسط الصورة كما هو موضح في هذين المثالين، وهذا خطأ كبير ويفسد جمالية الصورة، وهو أيضا شيء تقليدي وغير إبداعي، لأن هذه المنطقة في الصورة كما ترون هي منطقة ميتة. كما ترون في هذا الصورة التي توجد في اليسار، هي لا تبدو جميلة وتبدو صورة عادية فقط، أم في حين أن الصورة التي توجد باليمين تبدو أجمل وأكثر إبداعية. والنصيحة الثالثة وهي تجنب معدات الباهظة في البداية. الصور الإبداعية والجميلة لا تحتاج بالضرورة إلى معدات باهظة، وأكبر مثال على ذلك الصورة المشهورة في الويندوز XP، ألا وهي هذه الصورة، فهي تم تصويرها بمعدات بسيطة مقارنة بالمعدات الموجودة حاليا، وهي تعد حاليا من أكثر الصور مشاهدة في العالم. الآن إلى النصيحة الرابعة وهي اجعل الإضاءة معك وليست ضدك. كل مصادر الإضاءة يجب أن تستعمل بشكل جيد، بحيث إذا كان مصدر إضاءتك طبيعي أي الشمس وهو أفضل أنواع الإضاءة، فلا يجب أن تكون الإضاءة فقط للنصف الوجه كما هو موضح في هذه الصورة التي توجد باليسار، ولا يجب أن تكون الإضاءة خلفك أيضا، بل يجب أن تكون الإضاءة في الوجه مباشرة، وهي التي تعطي أفضل الصور وأكثر صور جمالية. أما إذا أردت أن تترك الإضاءة في الخلف، ففي هذه الحالة يجب أن تقوم بتصوير سيلوايت، أي سوف يكون بهذا الشكل كما لو أنه فقط يظهر الظل. الآن إلى النصيحة الخامسة وهي ابتعد عن الصور المائلة. اجعل صورك أفقية أو عمودية وابتعد عن الصور المائلة، لأن هذا خطأ يقع فيه أغلب المبتدئين، وأنا أيضا كنت من المبتدئين الذين يقعون في هذا الخطأ الفادح في التصوير، إذ أن هذه العادة تشوه جمالية الصورة وليس العكس، لهذا ينبغي الابتعاد عليها. فكما ترون في هاتين الصورتين، فالصورة التي توجد في اليمين تبدو أجمل من الصورة التي توجد في اليسار لأنها غير مريحة للعين. وفي الأخير يجب أن لا تتوقف عن تعلم أكثر وأكثر عن التصوير، وأن لا تكتفي بهذه النصائح البسيطة في عالم التصوير، بل ابحث أكثر وتعلم أكثر، إن شاء الله سوف تكون من المصورين المحترفين. أمل أن ينال هذا الدرس إعجابكم. لا تبخلوا علينا بزر لايك وسبسكرايب لقناتنا، ولما لا وضع تعليق إذا كان لديكم أي نصائح أخرى أو استفسارات أو ملاحظات حول هذا الدرس، فلا تبخلوا علينا بوضعها في خانة التعليقات أسفله. إلى أن نلتقي في الدرس القادم، تابعونا عبر الروابط التالية. إلى اللقاء.